هو انا كنت في البرنوسي، جاي من البرنوصي، تلقاو لي ما نزلتش من الطاكسي، تلقاو لي هاد الناس، تلقاو لي اخويا، وقفوا عليا بجناو سيوفه، حيدوا لي التليفون وضربوني، قطعوا لي العصب ديال اليد، اربعه العصبات والصباع الصغير، وضربوني الوجه هنايا جوج ضربات، وضربوني لظهري بقات لي يميني مع الكلو، وما تلاشت الناس. عرفش اخويا ما بيني وبينهم حتى شي عداوه، ما عمرني جمعتني بشي واحد بيهم شي علاقه، ولا كانوا ولا كيعرفوني، ولا فيش مريح معاهم. هادشي اخويا ما تفهمش لي انا، هادي اول مره انا عمرني في حياتي طرا لي مع شي مش مع شي مشكل مع شي واحد، ولا طرات لي شي حاجه بحال هادشي. مباشره من ملي تضربت جداتني لومبيلونس من هنايا، مشيت لعشرين غش من السبيطار، جيت المولاي عبد الله، مشيت نيشان درت شيكايه، التجأت للدارك الملكي مع الصباح، درت الشيكاية ديالي، قدمت. ملي كتشوف يدك مشات لك، وجهك مشالك، حياتك كاملة ضاعت لك في رمشاش عين، شمن إحساس غادي يبقى عندك؟ هادو كيدورو مدسرين هم والديهم، كيشافرو بالماطر بالطونوبيلات، كيتاجرو في الحشيش في المنوعات، في كل كاع اللي طيح لك على بالك كيديرو، عندهم جناوك ليموجيناش ماطراكاش. ودابا أنا كنت كنتلقى حاليا كنتلقى تهديدات. من عاد ما كتلقى التهديدات اساسا؟ من عندهم ومن عند بزاف الناس. شنو هما التهديدات؟ نازل على حقي. شنو هما التهديدات اللي كيهدوك بهم زكريا؟ كيهدوني بان راه غيقتلوني، ما غيمشيوش للحبس هكاك، غادي 16 عام ولا 15 عام ما غادي يمشيوش، غيصفيو لي ولا يصفيو لشي واحد من عائلتي. يعني انت كيف ما طرا دابا مع هذا الشاب هذا؟ شي حاجه شاو مابغاش يدير لهم تنازل، هاو تلقاو لي وحيدوا لي هنيف. عندي تصاور، عندي سيرتيفيكات فيها 90 يوم في شوحه قابله للتجديد. عندي عام مستديم اربعة العصبات مقطعين والصباع، ومضروب قتل يميني من الكلوة، قتل شعرة على الكلوة ديالك، شعرة على الكلوة، ومضروب في راسي، وجوج مقسومة لي ودني شخصيرات 56 غرزة. حاولت ندافع على راسي انا، ملي حيدوا لي التليفون حاولت ندافع على راسي، جبدوا الشناوة وبداو كيضربوا. يعني واحد شدك ولا اخر ضربك؟ محنوش فيا اخويا، بحال شي طيحوني بحال شي بطانة وبداو عليه مباشرة. مورا واش غيبتي ولا مبقيتش عاقل؟ غيبت خمسة المرات اخو، انا راه بقيت شارباح. انا كيقول لك بانني انا ولده ما ضربنيش، وغا كان مع هادوك اللي ضربوني، هو اصلا ما كانش، هو اللي كيتعنب ولده، هو يلا مفسر الولد في رمضان ضارب واحد في بالوما، ضاربو مفسر عليه خمسة المليون، وبقى عنده السورسي، وهذاك واحد الدري هو اللي في الفشا، الدري اللي في الفشا يلا خارج هو في رمضان، والدري الاخر اللي مشدود دابا يلا نهار خرج نهار ضربني، ما عمرني جمعتني شي علاقه مع شي واحد بيني وبينهم، ولا ماشي شي قراب، ولا عمرني حتى وقفت مع شي واحد، لا عندي شي تصويره معاه ولا شي ولا شي كونتاكت معاه ولا والو. كريساج كيف ما داروا بزاف الناس من ورايا قبل مني، والفانيد ومخدرات.